ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. التعليق ده لما جالي انا ما قدرتش بصراحه، كنت لسه لابسه بصور لكم الفيديو بتاع الماسكات، فما قدرتش امسك نفسي ان انا دلوقتي حلم اصوره لها. اولا بصي انا مبسوطه ان انت بعتيلي التعليق ده وانك عايز تعرفي حاجه زي كده، وانتوا يا بنات اي حد فيكم عايز اي حاجه اكتبيلي في الكومنتات وهتلاقوني عملتها لكم على طول. تعالوا بينا خلونا بدون رغي كتير نخش على الفيديو واقول لها ازاي تعرفي تعملي طرحه بيرفكت جدا، والحل سهل جدا وبسيط. هتجيبي البندانة دي، البندانة دي موجودة عند اي فرشة طرح واي محل طرح، اللي هي البندانة اللي بتبقى ناشفة من قدام. البندانة دي مش تعدي تقريبا 20 جنيه. اوكي، هتجيبيها، طبعا هتبقى انشف من اللي معايا دي، وفي منها شكلين، فيها الشكل انت تربطيه بنفسك، وفي الشكل اللي هي المقفولة عادي بس طبعا مش ناشفة. يعني المهم انت هتجيبي البندانة دي وهقولك ازاي تثبتيها وتخليها كده، بصي ما تتحركش من مكانها طول اليوم وانت في الجامعة او في الشغل. هتجيبي البندانه اوكي تلبسيها، انا هعمل اللي انا لابسه دي اكنها يعني، طبعا لازم تلبسي تحتها بندانه عاديه. اوكي، بندانه اللي هي زي دي هتلبسيها كده. ليه بقولك تلبسي البندانه دي؟ هتثبتها معاكي اكتر، وفي نفس الوقت شعرك مش هيبان. هتبداي انت تنزليها كده على وشك، تمام، تاخديها وتربطيها كويس كده من ورا، تمام، تطلع كده بقى، طلعيها وابدأي ظبطيها على وشك وشوفي انتي عايزاها تبقى شكلها ايه بالظبط. اهي طبعا تربطيها كذا ربطه، تمام، وهتجيب الطرحه بتاعتك. طبعا يكون عندك البندانه دي يعني لون اسود ولون ابيض عشان تليق على حاجات كتيره، ولون كمان بيج. لون البيج ده تحفه جدا، بحبه جدا في الطرح وبحبه جدا في البندانات. هتجيبي بقى البندانه بتاعتك، تمام، هقولك كذا لفه هتلفيها عادي جدا اهو، تمام اهي. طبعا هتحطي دبوس عشان الدبابيس، برضو مش هقدر اقولك الطرحه هتبقى ثابته من غير دبابيس، لا اكيد لازم يخش فيها دبوس او اتنين علشان يثبتها لك اكتر، تمام اهو. هتجيبي دي كده على ورا وهتجيبيها كده اوكي. طبعا سيبكم من اللي تحت دي خالص، انا هحاول اخبيها هي عشان كانها مش موجوده، يا اما تجيبيها كده على فوق ودي التانيه كده ورا اوكي، او يا اما ان انت تاخديها تجيبي دي كده اوكي، تخليها كده دبوس برضو تعمليها هنا كده، مش هتتحرك معاكي. ولو انتي خايفه قوي وحاسه ان انتي لا هتتحرك او لا انا هبقى شغاله في حاجات كتير وهتتزحزح مني، هنا كده حطي دبابيس من جنبين هنا برضو مش هتتزحزح وهتيجي خالص ولا يحصل لها اي حاجه، وممكن تحطي دبوس من ورا كده برضو من هنا كده برضو مش هيحصل اي حاجه وتبقى الطرحه ثابته معاكي على طول وطول اليوم اهي. بس يعني طرحه حاجة بسيطة جدا جدا، وهي دي اللي بتخلي شكل الطرحة كده مرفوع. على فكرة هي بتعمل بوز اكتر من كده، اللي هي الناس اللي بتحب البوز قوي ده اهو، بتعمل معاكي اكتر من كده. بس لو هي ناشفة فانت حاولي تجيبيها ناشفة علشان تقف معاكي وتعمل معاكي الكيرف ده. بس كده يا بنات، ده كان فيديو النهارده، رب الفيديو يكون عجبك وتكونوا كلكم استفدتوا منه. اكتبوا تحت في الكومنتات لو عايزين مني اي حاجة تانية، بحبكم جدا جدا، باي باي.